إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد تنزل الملائكة والروح فيها. أنا من سلايف في الأسرار العبر. بارك الله فيك، سبحان الله. في مثال عند العلماء في كند النظر، تعدد النظر او الرؤى، كل يوم مشي توالي الحق في تكامل يعني. ثورة المعنى قد يحكى الشيخ جزاه الله خير، اكي قال سيدس الا المعنى ذا القدر الشرف، شرفيت ربي سبحانه عز وجل، شرفيت لانه تشد الشرف اني من الليله شد القران الكريم، شد القران الكريم. القران الكريم ذا واليس عزيز يدين ربي سبحانه عز وجل في حقه، نسل عطس الايات في القران الكريم في رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. ان هذا القران يهدي التي هي اقوم، كما في سوره الاسراء. القران اذا هو منزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. القران يجي منهج حياه، منهج حياه. ثورا الاسرار اتصي قلان انظر كان مدينا وما ادراك من ليله القدر، تجي الاستفهام جي التعظيم يعني التفخيم والتعظيم. منظر كان مدينا خير من 1000 شهر، افكايس الخيريه الميزانينس وقدر ربي يزيد كان ميزانيس. وعلى بالك العدد يعني حينما يذكر عند كثير من العلماء في القران فهو معتبر. لان قاعد يحسبون انه حوالي 83 سنه واربع شهور، يعني ما نخدم كان تقدير حسابي وين يوفق ربي باش هذه يوافق ليله القدر، هذه اللي قائم يقوم هذيك الليله، الا يفد الا ما دير غير يفد، ماشي المعنى قائم سيفدي، ولكن استطاعات تظليت تلاوه القران، الذكر، الدعاء في كذا مره من مقتضيات قيام هذه احياء هذه الليالي وهذه الليله بالذات. وين يوفق ربي كا صافي يخدم يون مشروع، مشروع استثماري كذا ربي سبحانه عز وجل، يعني نادر وناجح. اما كان يا ربي القدر 83 سكاسن قريب اكو 4 شهور تقريبا. وكزمرن يعني انا خدم كنس الحساب وري ضمن ذي يعيش المده غام ثاقي وكيون ويفكر ربي تغزيل العمر يعيش القرن ذي ثوثرثيس هاثوري زمير هذه لي يعني يعبد ربي كل مده ياكي، ولكن يوث الليله تعديل هذا الزمن في الحقيقه استثمار كبير وكسر كبير مغديناك وثاقي ذا تحفيز، تحفيز وتشجيع للمسلمين المؤمنين باش يجتهدون في هذه الايام، لا تكون مهما كانت الموانع، خاطر ممكن الانسان يجد اعذارا. وطبعا ذاك الانسان كيميل الى ربما الى نوع من الكسل، لكن الشاغ وظنا ورزمير غارة الى اخره، لكن الانسان يجتهد ما يغر سيرا في عليه الصلاه والسلام، ما يغر سيرا الصحابه. هذه الزر ذا شو الخير كان دي الصوره كان يدينا سوره القدر، يدينا ربي سبحانه ذي القران الكريم كل ايات ذيك السرر والحكم. وربي سبحانه عز وجل يبغى اين الهام يفكير الفرص، والفرص هذه راهي موزعه على مدار السنه. نعم. فرص كثيره، والحكيم هو الذي يغتنم هذه الفرص. بارك الله فيك. نعم. فضيل الدكتور، يمسلي ان لله في ظهره نفحات، وكانه سيدي ربي خصها يجبر ممكن يون اتيلي غرس شويه يسنقسك العباده يتيلي رشال المعاصي كذا المحطه ثقي جبران غربي زيس اين جو مثلا كسان يعدانا مسلاي في النفحات كي اعطيك الصحه سي فتحي، يعني فتح الله عليك، يعني بارك الله فيك وعلى الجميع. سيدي ربي يفكد يعني الفرص ايفرذان ام خري جفر فنادم ماين يرزن زر كان ديال الظليث من فوق الظليث هادي نستغفر الله استغفر الله استغفر الله. صح. يعني ماذا ندى يخص مثلا وذي الفقه هنا ميمون يظل صلاه الجماعه مي يظل يون وحدس مثلا فتح يظل الطهور وحدي من بعد توفد الامام يصلي جماعه اتصر نوض مستحب. الصلاه الثانيه كان اللي قال باللي هي جبر
من الأقوال الموجودة في الفقه، كان يقول لك هي الفرض، وكان يقول لك هي نفل، وكان يقول لك هي إكمال. إكمال إكمال معناها ما شو يخص الأجر، يعني تجبر ضين يخص. وثمسة تجين جبر الطاعات يعني حاجة عجيبة ومهمة جدا في الإسلام. معناها دايما الفرص اللانت لانت الفرص، ماشي مثل عدا فرصة داين. صحيح بنادم يجتهد باش يحقق هذه الفرص، بل يجتهد في التقليص من الفرص الضائعة، عدد الفرص الضائعة. لو كان ذا جوور كان يروح هذا يخدم بينالتي ما يضيع فرصة تسونك في اللاس تعقيد في اللاس صح. تجد المثال كان باش الدينير نكون في ثلاث غطس الفرصة غضعا، ولكن ربي سبحانه الحمد لله وهذه من رحمة الله ومن حكمته أيضا أنه يفقد فرص باش بدما ذي جفر ثوساد العشرة قيل ليالي العشرة ثين قورا يجي وظن إن قورا بقورا يجي عزيزا رمضان باش ذي جفر بلادن أذن دا يخص إن شاء الله ذي قبل ربي سبحانه عز وجل. وربي يدوقوا لي أعمالوا كما قلنا في سورة التوبة، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من بعدنا يغيد ربي يزرى كلش، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله فيك، صدق الله العظيم. فضيل الدكتور سعيد بويزري، كان نزر السلف الصالح ما كنتون تون خدما بصح ساغا نزال مقر التقوذن القبول ساغا نزال القبول وذعون سيدي ربي في الأزيس يقبل الطاعة المسلاي في القبول. وإلا خصد غراه التعليق متى في تويت مسلاي وشكك شيء المجالس الصلح وزريد مذان إلا شوية ولاش العفو كي مكيلاق الحال زمرانيني أبرت لازم رضا السياق تك صح جماعة فتحي تيد ثم ستجي العفو من المريض ربد من القيماس ما ريح وجنتسا يخي نظرا لأيك دينا الشيخ خليل ألا تحبون أن يغفر الله لكم نظرا مدنزل الآيات دي بعد حادثة الإفك إلى آخره لما شهد سوى السم. ولكن بكر الصديق كان وقافا زين من يسبالة خطر يرني العفو إزالة الأثر زر كان اللاية إذن العلماء هي أرجى آية في القرآن، أرجى آية في القرآن ربي تمسلا يوجدي في عصان من ذي المعاصي ثم قراني في إناس لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني أولاقي يتزون السيرم ذي قولون صح. من بعد يرنوا يظن الناس إن الله يغفر الذنوب جميعا معناه ولاش الذنب ربي زمر ذي يعفو ما يعفو معناه يكسس كل أثر ورد قيم الشمع ورد قري الأثر. إن الله يغفر الذنوب جميعا يزن السير مذقولون يرناد إنه هو الغفور الرحيم الله. لذلك العفو يجي وقال في جرف دي الدنيا والعرفنين تسيد السماء دي غريك وغور يريم ذانا الخلاف الدنيث من خصائص الدنيا لهموم المشاكل تجي من خصائص الدنيا كما قال الشافعي ربي في اللاس ولك اسمي السقسان من واجب الناس أن يتوب. القصة معروفة صيغة وصيغة التفضيل يفقد الجواب شعرا وحكمة من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب إلى أن يقول والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. الدنيث سانو غورن سان المشاكل وربي إن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صافي الابتلاء إلا ولكن مري للمشكل مري للنزاع أوها ربي أذي للسمح أوها ربي أذي للعفو أكني اسمح في ندم ذي الدنيث ربي هذا سيسمح ذي الآخر خاصة في عفو ربي عفو الحاضرين السامعين وقذي دي سوالين يعني خاصة تقسنا كي عزيزا خطر ذو السنة عزيزا غلايا يختار ربي يختار ربي قوراكي مادام يا ربي فكي يغزي العمر قلا غنتعيشي إلى قان فرصتا وغنيت رمضان كي أو وين مازال تقول خاطر من بعد ياس العيد من بعد رمضان شاد ياس العيد ما شو دي قران أسني أدياس البرهان المغافرة السماح إلى آخره الجائزة يوم الجائزة ماذا يعني القبول في الحقيقة دعني أخي أقولها بالعربي وترجمها بالقبائلية الطاعات هي مرشحات فقط يعني
ما لا يدرك كله لا يترك جله. جميع الطاعات هي مرشحات للغفران. إذا لا أحد يجزم مع أنت يون ما إلا يضع ربي يزول يوزام يخدم أكو شو قلقة يخدم المعنيس يرشح كاني مانيس القابولة ثانا رورس مزرارة. لذلك السلف الصالح ثقيت سقوة ذنس مليح أين خدمن تراجون رب ذي قبل القابول من عند ربي، ولكن اثني ينشطون في عالم الأسباب. أما كان قرني قبيلي فلاح أتيزرع وتدي السمغي، الفلاح يزرع ولا يحرث ولكن ماشي هو اللي ينبتها. الله الله. ربي سبحانه هو الذي أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت. ثم موعد آخر مع الفلاح مع الزرع في الصيف يروح يحصد. قرن قبيلي وين أين يزرع ومثلا ذي الدونيث أثي غلث ذي الأخرث. ترجمة لقوله تعالى في آخر سورة الكاف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من مرنز القبول أكد دين ربي سورة الزمر ما يستولك يعني الله يبارك أس عزيز ماشي أس يرنا يسعله بثم قرانت وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر المسنين فنعم أجر العاملين. ذي نبد ماذي فرح سواء نخدم في الدنيا ثلاثة يغلث ذي الاخر ان شاء الله هنفرح ان شاء الله اليوم فرج اللي نزار ندينا مره ان شاء الله.